هذا هو طريق دمشق حمص الدولي الذي يعد من أحد الطرق السريعة الثلاثة المؤدية لدمشق وأحد أهم الشرايين الاقتصادية للنظام. هو اليوم تحت سيطرة جيش الإسلام لمسافة واسعة منه بعد تحريرهم الجبال المطلة على الغوطة الشرقية. أهمية استيراد دمشق حمص الدولي أنه يخدم جميع المحافظات التي تصل إلى العواصم، إلى العاصمة دمشق وإلى المدن الجنوبية مثل درعا والسويدة وكله، ويقوم بالعكس تقديم المناطق الجنوبية من محافظة دمشق ودرعا والسويدة باتجاه أقصى الشمال ابتداء من حمص إلى أقصى محافظة في الشمال. بعد سيطرة جيش الإسلام على هذا الطريق، أغلقت قوات النظام كل الطرق أمام المدنيين مانعة المرور منه، وبالتحديد من محور مخيم الوافدين وضاحية الأسد، الأمر الذي دفع المدنيين للتوجه إلى الطريق العسكري الضيق وسط مضايقات من جنود النظام، وفي خطوة من جيش الإسلام لتسيير أمور المدنيين خصص عددا من العناصر لتنظيف الطريق من أجل فتحه مجددا أمام حركة المدنيين مع تأمين مرورهم بشكل آمن والحفاظ على سلامتهم منذ دخولهم إلى نقاط سيطرة جيش الإسلام حتى خروجهم. يقوم الآن مجاهدو جيش الإسلام كما نشاهد بعمليات تنظيف لاستيراد دمشق حمص الدولي الذي يعد الشريان الأكبر للعاصمة دمشق لأنه يفصلها عن باقي مدن سوريا، وسيتم فتحه للمدنيين حصرا لأنه كما قلنا الشريان الأهم للعاصمة دمشق، علما أن جيش الإسلام لم يقطع هذا الاستيراد أبدا ولكن النظام قام بقطعه من جهة مخيم الوافدين. إذن أكثر من 3000 متر من طريق دمشق حمص الدولي تحت سيطرة جيش الإسلام، إضافة لحواجز كانت تتمركز على طرفي هذا الطريق كحاجز شركة شيري وحاجز كازية رحمة وحاجز شركة جيمس، كلها باتت مفتوحة أمام سير المدنيين بعد تعهدات من جيش الإسلام بالمحافظة على حركتهم من وإلى المناطق التي حررها. بعد سيطرة جيش الإسلام على مسافة واسعة من أوتوستراد دمشق حمص الدولي، عمدت قوات النظام إلى قطع هذا الطريق أمام المدنيين من محور مخيم الوافدين، ما دفع جيش الإسلام إلى فرز عناصره من أجل تنظيف هذا الطريق من أجل تأمين مرور آمن أمام المدنيين. يمان السيد أورينت نيوز، أوتوستراد دمشق حمص الدولي.